أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من حث امرأته على إكمال تعليمها أو أذن لها بذلك وسمح لها بعد ذلك بالعمل بقصد أن تتولى توجيه بنات جنسها بدل أن يتولى ذلك الساقطات والسفيهات، فما حكم ذلك وما توجيهكم فيه؟ كونها تتولى توجيه بناتها هي أولى من أن تتولى توجيه بنات الناس. كونها تضيع بناتها تخليهن عند الخادمة تروح هي توجه بنات الناس، لا. إذا قامت بالعملين لا بأس، إذا قامت بتوجيه بناتها وصار عندها زيادة قوة واستطاعة وتوجه بنات الناس هذا شيء طيب، أما أنها تضيع بناتها تخليهن عند الخديمات وتروح تدرس بنات الناس تقول أبوجه، لا. نعم.